عندنا أرقام جمعية بوصلة مرابطة غد، شيء مفزع. فما نواب ما حضروش جلسات أو جلسة أو اثنين منذ انتخابهم في 2014. رضا شرف الدين الأقل من غير ما نذكر الأسامي. تعرف أسوأ نظام بعد الثورة الفرنسية اسمه لو ريجيم دو لاسومبلي، ديكتاتورية المجلس والعياذ بالله. سيد نفسي توا يا أخي، هو النائب شنو؟ شكون لزك يا أخوي باش تترشح؟ أنت ترشحت بصفة حرة ولا باش تخدم المجموعة الوطنية والدستور عطاك صفة نائب الشعب؟ عطاك الحسنة سامحني، وتاخو في منحة ودوبلوها المنحة البرلمانية يا أخوي، مش مزيرك تحذر.